كيف تتعلم سرعة البديهة وحسن الرد؟ سرعة البديهة وحسن الرد من الأشياء التي يجب على أي شخص تعلمها، وذلك لكي يكون دائماً مستعد للرد في جميع مواقف حياته. فعدم وجود سرعة البديهة لدى الأشخاص تؤدي دائماً إلى مشاكل من مختلف الأنواع، ولذلك سنقدم إليكم بعض النصائح التي تساعدكم في امتلاك صفة سرعة البديهة وحسن الرد. أولاً، الحصول على بعض التمارين الرياضية. من أهم الأشياء التي تساعدك في الحصول على سرعة البديهة هي القيام بممارسة العديد من النشاطات البدنية والتمارين الرياضية، والتي يمكنها أن تساعد على تحسين الانتباه والتركيز. النقطة الرئيسية التي نتعلمها دوماً: العقل الصحيح في الجسم الصحيح. ولهذا تلاحظ الفرق بين الشخص الخمول والكسول وبين الشخص النشيط. ستجد أن الشخص النشيط أكثر انتباهاً وأكثر نشاطاً، والسبب في ذلك إلى كون النشاط البدني يساعد الجسم على إطلاق مواد كيميائية في الدماغ، والتي تساعد على التعلم والذاكرة، وهي حتى أفضل من كوب من القهوة. يمكن ممارسة بعض النشاطات البسيطة والتي تعطي دفعة قصيرة الأجل للأداء العقلي والمعرفي الخاص بك، ويجعلك أكثر ذكاءً، ويجعل من السهل عليك التركيز. ثانياً، قم ببعض التغييرات في المهام الخاصة بالأشياء المهمة في حياتك. من الأشياء التي تساعدك في الحصول على سرعة البديهة أيضاً أن تقوم بدراسة أكثر الأشياء التي قد تسبب لك الكثير من التشتت في حياتك الشخصية. ما هي المهام الكبيرة والمهمة التي تجعلك تشعر بالكثير من الارتباك وتسبب لك بالتوتر في حياتك؟ هذه المهام الكبيرة عليك أن تقوم بمحاولة تفتيتها إلى مهام أصغر وأكثر سهولة في المطلق، والانطلاق إلى التعامل معها شيئاً فشيئاً. البعض قد يرتبك في أول الأمر في التعامل مع هذه الأمور، ولكنه سينجح لاحقاً في إيجاد حل لهذه الطريقة. قم بالتفكير ببطء في بادئ الأمر حول تلك الأمور قبل الانطلاق إلى التعمق فيها أكثر لإيجاد الحلول. ثالثاً، التخلص من عوامل التشويش الإلكترونية. في الحقيقة إن العالم الجديد ومنذ ما يقارب 30 عاماً بني على نمط جديد، وهو الحياة الإلكترونية، والتي ترتبط على الأغلب بوسائل التواصل الاجتماعي، ومنها مواقع الفيسبوك والتويتر وغيرها الكثير. تجد الشخص العامل يقوم بمحاولة إرسال بريد إلكتروني، وفي ذات الوقت يكون أمامه العديد من علامات التبويب، وبالتالي يقوم بكتابة كلمة واحدة في البريد الإلكتروني، وثم يعود إلى متابعة الفيسبوك أو إرسال رسالة على تويتر. هذا الأسلوب يشتت الانتباه ويؤدي إلى عدم الحصول على نتيجة إيجابية، بالإضافة إلى أنه يقطع التواصل. عليك أن تحاول أن تصل إلى التواصل عبر إغلاق جميع المواقع التي تشتت الانتباه، والبقاء على تواصل مع عملك فقط فترة العمل. الأمر ليس سهلاً، ولكن يمكن القيام به بسهولة. رابعاً، شرب المزيد من السوائل يساعد على سرعة البديهة. وجدت العديد من الدراسات الحديثة أن الشعور بالعطش أو الجفاف مهما كان بسيطاً يمكن أن يؤدي إلى تشتيت الانتباه وعدم التركيز، وبالتالي على الإنسان أن يحاول أن يشرب قدراً من السوائل ومن الماء على وجه الخصوص، ما يعمل على زيادة التركيز لديه. المطلوب من الإنسان أن يشرب حوالي 2 لتر يومياً من المياه، وفي أيام الصيف يمكنه أن يقوم بزيادة النسبة حتى تصبح 3 لترات بالإضافة إلى باقي السوائل. عليك أن تحاول أن تتخلص من الشعور بالعطش، فهي وسيلة سهلة لزيادة التركيز والانتباه. أما النقطة الخامسة، ركز على القيام بمهمة واحدة في كل وقت.
إذا كنت ترغب بالقيام ببعض الأعمال، فمن أهم الأمور الواجب عليك القيام بها هي أن تحاول التركيز على مهمة واحدة فقط في وقت محدد. إن تعدد المهام هو من أهم أعداء التركيز ويساعد على تشتيت الانتباه، وبالتالي عليك أن تقوم بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. البعض قد يعارض في هذا الخصوص ويدعي قدرته على التركيز على عدد معين من المهام في وقت واحد، وعلى الرغم من صحة هذا الأمر أحياناً، إلا أنه في المقابل ولغايات القيام بعملك بطريقة أدق وأكثر جودة وإتقان، يفضل أن تحاول التركيز على العمل على مهمة واحدة، فهكذا ستستطيع الوصول للإنتاج والجودة في عملك. أما النقطة السادسة والأخيرة، التركيز وإعادة التركيز. لهذه الغاية عليك الوصول إلى درجة معينة من التركيز. التركيز مهم جدا كما قلنا، الأهم من ذلك القدرة على التواصل مع التركيز وعدم قطع حبل التواصل لديك، أي التركيز أكثر وأكثر. تجد الدراسات أن معظم الناس غير قادرين على الحفاظ على الانتباه على شيء واحد لأكثر من 40 دقيقة في كل مرة، لذلك عاجلا أم آجلا سوف تفقد التركيز. ولكن الناس الذين لديهم مهام كبيرة يدركون أهمية التركيز، ولهذا يحاولون الحفاظ عليه لإعادة التركيز على المهمة نفسها. هذه القدرة على تجديد الاهتمام تسمح للناس إلى الالتفات إلى الأشياء التي تستمر لأكثر من بضع دقائق، مثل الأفلام الطويلة.